لا شك ان تواجد الاس اس دي حاجة مفيدة. مين فينا مش عاوز الجهاز يلود بسرعة؟ مين فينا مش عاوز لما يدي اوردر للجهاز يتنفذ في لحظتها؟ كتير جدا من مستخدمي البي سي واللابتوب شايفين ان الاس اس دي هو اعظم انجازات البشرية في مجال الكمبيوتر. طبعا لما نيجي نتكلم عن مجال الكمبيوتر ما ينفعش نحصر الكلام على فئة الجيمرز او فئة الكونتنت كرييتور على سكيل صغير. انا مش عاوزك تبص على الموضوع من خرم الابرة، بص على الموضوع من بكرة الخيط، هتلاقي ان الصورة اكبر بكتير من مجرد سرعة عالية في القراية والكتابة. الاس اس دي مش وليد اللحظه او ابن امبارح. الاس اس دي كفكره موجود من سنه 1978، بس مش بنفس الشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. البدايه كانت انه المفترض هيكون بديل للاي بي ام 2305، الثلاجه اللي انت شايفها قدامك، والثلاجه دي كانت ماجنتيك ديسك درايف، عشان بس تبقى عارف الدنيا كانت فين ووصلت لفين. المهم ان اولى التجارب اللي تمت على اس اس دي كانت على اس اس دي اسمه اس تي سي 4305، اللي بالمناسبه كانت ثلاجه ثانيه من شركه اسمها ستورج تك. المهم من ده كله ان اولى التجارب قالت ان تلاجة ستورج تك اسرع 7 مرات من تلاجة اي بي ام، وسعرها كان اقل بحوالي النص. وتحولت الفكرة فيما بعد لما يعرف حاليا بالدي رام، لان القطعة دي كانت اول وحدة تخزين عبارة عن مجموعة من الشرايح والدوائر الكهربية المرتبطة ببعضها. هي ما كانتش بمعنى اصح اس اس دي زي ما احنا شايفين دلوقتي، بس دي كانت اول محاولة لانتاج حاجة اسرع من وحدة التخزين الميكانيكية. في سنة 1991 سنة ميلاد العبد لله وميلاد اول اس اس دي من سان ديسك او سان ديسك في الوقت ده، الحاجات الحلوه زي ما انت شايف كلها بتيجي في سنه واحده، عشان كده تلاقي في علاقه اخويه وحب متبادل بيني وما بين الاس اس دي. المهم ان سعر الاس اس دي ده كان $1000 ومساحته كانت 20 ميجا بايت، وكان ما بيتباعش الا في الاجهزه الاو اي ام، اجهزه زي اجهزه اي بي ام في لابات سينك باد. يبقى الظهور الاول كان فقط لشركات قطاع الاعمال والهيفي ديوتي. بعدها ب4 سنين شركه اسمها استك تدخل رفاهيه امتلاك الاس اس دي لفئه الكونسيومر، ويبدا الاس اس دي في مرحلة تطوره من اللحظة دي للحظة الحالية، وسعي الشركات المستمر في انها تستبدل ال HDD البطيء بال SSD السريع. شركات الهاردوير شركات رأس مالية ما بتقفش عند حد معين، كل يوم بتطور من ال SSD مساحات وسرعات، عشان شايفين اننا كمستخدمين عاوزين حاجة تقرا الداتا بتاعتنا ايا كانت نوعيتها اسرع واسرع، والمستخدم العادي مش هو محور تركيز الشركات المصنعة لل SSD. اي حاجة قبل ما تجينا لازم تعدي على الكبار، مش قصدي الكبار في السن لكنهم كبار من حيث القيمة السوقية، شركات زي اي بي ام جوجل وما الى ذلك. الشركات دي هي اللي عايزه فعلا كم السرعات دي، عشان كده اول ظهور للاس اس دي كان في اجهزه الاو اي ام. فالشركات اللي من النوعيه دي لما هتستخدم الاس اس دي مش هتستخدمه عشان تنزل عليه اوبريتنج سيستم، الاستخدام هيكون اعقد من كده بمراحل، وخليني اشرح لك ازاي. الاس اس دي لما تقارنه مع الاتش دي دي لازم هيكسب من حيث السرعه والاستجابه والقدره على الاحتفاظ بالداتا، الى جانب ان درجه حرارته اقل واستهلاكه للطاقه اقل. لكن في قدامه شويه عقبات عشان يستبدل ال HDD، اولهم انه اغلى ومساحته اقل، ودي مع الوقت بتتحل. يعني الهاردات اول ما ابتدت كانت بنفس الوضعيه سعرا ومساحه، لكن مش بنفس سرعه الاس اس دي اللي ابتدى بيها. لكن العقبه الاكبر قدام الاس اس دي هي محدوديه عمليه الكتابه او التي بي دبليو، بمعنى ان عند مستوى معين او كم معين من الكتابه على الاس اس دي بيبدا يبوظ او كفاءته بتقل، لكن القرايه مفيش منها اي مشاكل. وموضوع القرايه ده كان اكبر حافز ان الشركات تبدا تعتمد على الاس اس دي في بنايه الاستورج نودز بتاعتها، ويصبح الاس اس دي في الحاله دي ككاشنج للهاردات الميكانيكال. الكاشنج او الفلاش كاشنج هو عباره عن عمليه تخزين مؤقته للداتا على ذواكر الناند فلاش، فالداتا وقت الطلب هيتم التعامل معها على اساس سرعات الناند فلاش، اما التخزين هيكون من مسؤوليه الهاردات الميكانيكال. فهنا هيكون في زياده في الاداء كتابه وقرايه، لكن الاس اس دي ما بيكونش ليه اي استخدام غير انه حلقه الوصل السريعه بين الاتش دي دي والرام عشان تتم عمليه الاكسكيوشن اللي شرحتها قبل كده في حلقه فاتت. اما بالنسبه للمساحه بتاعه الاس اس دي في حاله زي كده فمش هتكون مستخدم، او الاستخدام للمساحه في الحاله دي هيكون قد ايه في داتا كاشد عليه لحد ما تنتهي الحاجه من الداتا دي. وهنا يظهر مصطلح تاني مختلف شويه عن الكاشنج، وهو تيرد ستورج. اول مره اتكلمنا عن التقنيه دي كانت في تقنيه ستور ام اي من اي ام دي. التقنيه اللي ما حضرش الحلقه اللي فاتت بتتلخص في انها بتحل مشكله مساحه الاس اس دي القليله ومشكله بطء الهاردات، بانها تدمج ما بين الوحدتين في وحده
واحدة مساحة وسرعة. والتعامل بيكون كالآتي: أنا كوحدة جديدة كل اللي هعمله أني أسرع لك بصورة مستمرة أكتر الحاجات اللي أنت بتستخدمها بصورة يومية. في البداية الأكسس هيكون بطيء شوية، لكن مع كل مرة بتستخدم فيها الأبليكيشن أو الداتا هيتم نقلها من التير الأبطأ اللي هيكون في الحالة دي الـ HDD للتير الأسرع اللي هيكون في الحالة دي الـ SSD، والأكسس هيتم عن طريق الـ SSD. أنت مش هتكون عارف أنهي فايل موجود على أنهي درايف، لأنك هتلاقي كل حاجة موجودة على بارتيشن واحد، سواء الكاشنج أو التير ستورج. الاتنين ليهم مميزات وعيوب، لكن مميزات التير ستورج على حسب تجربتي المتواضعة أفضل، لأن أنا هنا هتكون ليا القدرة على استخدام المساحة، مش مجرد إني هجيبه واستخدمه ككاشنج بس. ميزة زي كده هتلاقيها في أجهزة كيوناب، خصوصا الأجهزة اللي بتدعم تركيب SSD مع HDD زي اللي قدامك TVS 951X. الجهاز ده بيستخدم بروسيسور انتل سيلرون 3865 يو، بروسيسور ثنائي النواة بيشتغل على تردد 1.8 جيجا هرتز ورامات بحجم 8 جيجا بايت في وضعية دول تشانل 2x4 جيجا من نوع DDR4. تقدر ترفع مساحة الرامات لحد مساحة توصل ل 32 جيجا، يعني كل سوكت هيشيل رامة واحدة بس حجمها 16 جيجا بايت من نوع DDR4. واحد من مميزات اجهزة كيوناب اللي بتكون راماتها اعلى انها بتديك قدرة على انك تستخدم منصات من تطويرهم تكون ليها مميزات اكتر، زي ما شرحت في حلقه فاتت عن منصه QVR Pro واللي بتحول المنصه من مجرد وحده تخزين لدي في ار بمميزات كتير جدا. المنصه بتشيل عدد 5 هاردات بحجم 3.5 بوصه، ويفضل وانت بتفكر تشتري وحده تخزين ناس انك تجيب هاردات من نوع ويسترن ديجيتال ريد او سي جيت ايرون وولف. والسبب الرئيسي في استخدام النوعيه دي من الهاردات هو قدرتها على التعامل داخل منظومه الريد، منظومه الريد اللي هي جوهر اجهزه كيولا. الى جانب الهاردات ال 3.5 بوصه تقدر تستخدم عدد 4 SSD بحجم 2.5 بوصة عشان تستخدمه ككاشنج او تير ستورج. الركات ال 3.5 بوصة بتدعم برضو تركيب SSD بحجم 2.5 بوصة. الركات دي سواء كانت لل SSD او لل HDD بتدعم حاجة اسمها هوت سوابابل، ودي تقدر تخليك انك تشيل الهارد او ال SSD من الجهاز وهو شغال، وده لو فرضا انك عامل ريد 5 مثلا مفاجأة في هارد فيه مشكلة، تقدر تستبدل الهارد بهارد تاني يكون زيه في المواصفات والسيستم بيرجع تاني بدون اي مشكلة في لحظتها. الجهاز من الواجهة الأمامية ما فيهوش حاجة تاني غير زرار الباور النوتيفيكيشن بانل وبورت USB 3 واحد يتيم مربوط بزرار الـ USB كوبي اللي عن طريقه تقدر تعمل كوبي من أي حاجة تتوصل عليه بضغطة واحدة. لكن الواجهة الخلفية من الجهاز هي اللي فيها كل حاجة: 3 USB 3، 1 HDMI 2.0، 2 LAN، واحد فيهم سرعة 1 جيجا بت والتاني هو الأهم والأسرع بسرعة 10 جيجا بت. بس الكيبل اللي هيكون متوصل في الكارت الـ 10 جيجا بت لازم يكون إما CAT 6A أو CAT 7 عشان تعرف تستفيد السرعات دي كلها. ده طبعا غير ان النتورك بتاعتك كلها لازم تكون بتدعم السرعه دي عشان تقدر تستفيد بيها. واخيرا وليس اخيرا في مروحه عشان تسحب درجه الحراره من كل حاجه جوه جهاز الكيونا. تواجد لام بسرعه 10 جيجا بت مع HDMI 2.0 هيخليك تستخدم الجهاز في غرفه مراقبه عشان برنامج زي QVR Pro بيدعم توصيل 128 كاميرا. جهاز زي ده فيه كل حاجه تخص كيونا من ابلكيشنز، لانه معتمد على بروسيسور انتل على عكس النسخه اللي فاتت TS932X اللي كانت معتمدة على بروسيسور الباين من انابورنا لابس الشركة المملوكة لامازون، واللي يعتبر عدد الابليكيشنز فيها قليل جدا مقارنة باي جهاز من كيوناب جربته قبل كده معتمد على بروسيسور انتل. غير كده ان اعتماد الوحدة دي على بروسيسور انتل بيدينا بلت ان جي بي يو اتش دي جرافيكس 610، بيخليك تستخدم المنصة دي دايركت بدل ما يكون الاستخدام ليها الوحيد عن طريق الشبكة. بالتالي الاكسس والادارة هتكون اسهل واسرع بكتير، لانك هتستخدمه كجهاز كمبيوتر عادي جدا بدعم دقة عرض توصل 4K. طبعا انت كمستخدم عادي شايف ان حاجة زي كده ممكن نقول انها ملهاش لازمة بالنسبة لك، وممكن نقول انها بالنسبة لك اوفر برايز، لانك لما تبص على سعر قطعة زي دي هتلاقي ان سعرها هو 847 دولار، اي ما يقارب من 3100 درهم اماراتي، 3176 ريال سعودي، و 14800 جنيه مصري. في 2016 كنت شغال في واحد من محلات الهاردوير، وجالي عميل. العميل ده كان طلبه غريب جدا، قال لي انا عاوز بورد يكون فيها عدد ساتا
لا يقل عن 6. اشمعنى؟ عشان انا عاوز اعمل ناس سيستم. تكلفه الجهاز ده على ما اتذكر قبل تعويم الجنيه بدون الهاردات بس كانت حوالي 15,000 جنيه. يعني جهاز ناس زي ده يعتبر ارخص من تجميعة زي دي. العميل ده كان مقتنع انه لازم يدفع المبلغ ده خوفا من ضياع الداتا، لان الداتا دي بالنسبة له هي شغله وهي راس ماله. تخيل كده ان فجأة جهاز عليه داتا مهمة جدا او هارد عليه داتا مهمة جدا قرر من نفسه انه يعطل. ضياع الداتا ده عزيزي المشاهد لعنة وربنا ما يكتبها عليك. عشان كده الاجهزة دي موجودة واديك شفت كفايتها وقدرتها على التكيف على وضع الشبكة بتاعتك. والاهم انك مش بس هتستخدمها كراك تحط فيها هاردات عشان تنقل عليها الداتا بتاعتك، انت ممكن تستخدمها كمنص اي داتا في المكان هتكون عليها، حتى وان كانت الداتا دي للكاميرات اللي موجودة عندك. واي شخص بيكون ليه صلاحية يقدر يشوف الداتا دي وتدي صلاحيات معينة لاشخاص معينين انهم يأكسسوا فولدر معين. القصد ان الداتا شيء مهم جدا خصوصا لو مكان شغل والداتا دي هي اهم حاجة فيه، واسترجاع الداتا دي من الضياع بعض الاحيان بيكون صعب. مش عاوز اقول انه مستحيل، بس مستوى المخاطرة بيكون عالي جدا. اجهزة كيوناب مش غالية زي ما انت متخيل مقابل مواصفاتها، لانك لو هتجمع جهاز عشان تعمله ناس سيستم اعتقد هيكون اغلى بكتير، وغالبا هتقابل كومباتيبلتي ايشوز كتيرة على عكس ان دي حاجة من الالف للياء متوافقة مع الهاردوير والسيستم. اما المستخدم المهتم بالداتا واللي شايف الحل اللي بتقدمه له اجهزة كيوناب في جهاز زي تي في اس 951X، فانت لو رحت اشتريت الجهاز ده، الجهاز ده هيوفر لك حاجات مهمة جدا في تواجده على الشبكة. اول حاجة استخدامه ل 10 جيجا بت لان، ده هيوفر سرعة اعلى في عملية نقل الداتا من والى الاجهزة. بس الاهم زي ما قلت ان الشبكة كلها تكون اجهزة وسويتشز وراوترات وكابلات تكون متوافقة مع السرعة دي، لان لو الجهاز مثلا اخره 1 جيجا بت جهاز بي سي طبعا والشبكة كلها 10 جيجا بت، انت مش هتاخد اكتر من سرعة الواحد جيجا بت. تواجد الاتش دي ام اي في الجهاز والاعتماد على البلت ان جي بي يو من انتل بيفتح قدامك اختيارات كتير جدا، زي انك تستخدم الجهاز كمنصة عرض مباشرة او تستخدمها كمنصة لمراقبة الكاميرات او التحكم في الكاميرات، او استخدام الجهاز كستريمينج ستيشن سواء باستخدام برنامج بليكس اللي بيكون موجود على الشاشات السمارت او على اي سمارت ديفايس، او تستخدمه كمنصة لبث الصوتيات بتاعتك على منصة اسمها رون، واللي هيساعدك اكتر لو الشبكة المحلية بتاعتك كلها بتستخدم سرعة نقل توصل ل 10 جيجا بت، والجي بي يو اللي موجود هيوفر لك الترانسكودنج اللي انت محتاجه عشان تقدر تعمل ستريمينج للفيديوز او صور جوه الشبكة بتاعتك. بره الشبكة هيساعدك الترانسكودنج بس انت هتكون محكوم بسرعة النقل بتاعة الانترنت بتاعتك. قيس على كده ان كيوناب مش بتعمل الاجهزة دي او الحلول دي بس، لا في حلول تانية زي التي بي اس 453 بي اكس او الكيو اس دبليو 1208 اللي هو عبارة عن سويتش 12 بورت كلهم 10 جيجا بت، وكل واحد من دول ليه استخدام معين، اهمهم اللي هنتكلم عنه في الحلقة الجاية التي بي اس 453 دي اكس. عشان كده ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة عرب هاردوير عشان تجيلك نوتيفيكيشن بالحلقة الجاية لو انت ليك في التك، وبرضو في قناة لينا تانية اسمها ارتك اللي ممكن هي كمان تعمل لها سبسكرايب. رأيك تحت في التعليقات، وكالعادة لايك لو حلقتنا عجبتك، واشوفكم في الحلقة الجاية.